الأمة إنكم قد أقام الله عليكم الحجة بما آتاكم من العلم وميراث النبوة فأروا الله من أنفسكم خيرا وكونوا عند حسن الظن بكم وقولوا كلمة الحق التي أخذ عليكم الميثاق وأن تقولوها وأن لا تخافوا في الله لومة لائم. حركوا كوامن هذه الأمة وحركوا فيها عزتها، حركوا فيها غيرتها على مقدساتها وعقيدتها، حركوا فيها غيرتها على كتاب ربها، حركوا فيها غيرتها على علمائها وشيوخها ودعاتها، حركوا فيها غيرتها على مجاهديها ومجاهداتها، حركوا فيها غيرتها على الحرائر والأطفال، على الأسرى وعلى أسر الشهداء. حركوا غيرة هذه الأمة وأروها من أنفسكم خيرا تتبعكم في هذا الطريق، واعلموا أن من أرى الله من نفسه خيرا في هذه الظروف فوالله لا ينقص ذلك من عمره ولا من قدره ولا من رزقه، بل إن الله ينصره بذلك. فالله يقول وعد الله، والله يقول ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز، ويقول يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. وقد بدأ بعض الأصوات تتهم العلماء بالتأخر في هذه القضية وأنهم لم يبذلوا ما يجب عليهم أن يبذلوا، وأنا لست ممن يقول هذا القول ولست ممن يرى هذا الرأي، لكن لا بد أن تروا الله من أنفسكم خيرا وأن تقدموا أمام الأمة ما يكون مثالا وقدوة وإسوة لتقتدي بكم الأمم والشعوب. لا بد أن تعلموا أن مقامكم في هذه الأمة مقام القيادة، وأنه لا يصلح أن تتأخروا. لم يرفع لواء تحرير القدس ولا المسجد الأقصى بالخصوص ولا كل فلسطين الحكام مع الأسف، فليرفعه العلماء وليتقدموا وليسدوا لهذه الأمة مسدا هي بحاجة إليه.